اكتر من اللي بتحلم دي ما تبصش للي في ايد غيرك ولا تستنطرنا معاني راي ضميرك وانت تلاقي اكتر من اللي بتحلم دي ما تبصش للي في ايد غيرك ولا تستقدرنا معاني ربنا بيقسم أرزاقه ربنا خلق الناس ناس درجة هي بتتعرض لقضاءه الرضا بحكمه سلم لي كنز المال تعود لكن كنز الستر ما تعود ممكن تبقى أصرخ شاكي أما الفرحة ما بتقرب لكش كنز المال ما يتعوض لكن كنز الستر ما يتعوض ممكن تبقى أصرخ شاكي أما الفرحة ما بتقرب لكش كلنا في الأصل ولا تسعى بس نركع على التفكير فريق كبير بين اللي بيسعى بالكسلان ما بيتحرك ربنا عمر عمر اتخلى عن واحد بيحبه بجد ربنا فاتح بابه يوماتي مش بس الجمعة والحد لو دقت جرا صليله اشكيله غيف رجعني ما بيكسبش اللي بيدعينه اصله ملك السماوات والارض العش اصله بلا بس الحب منه فيه يوم ميلاد الحبيب النبي قال يا دايته شوفيه كشفت عليه دايته لقيت العلامة فيه لما سأل مين غيس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي لعندنا من العراني قال يا حريني مسئين مدام صدر ربك رب مضمضمضم لابد النفاس فيه خليفة والنفس بس الشيطان ما تطوعوش اترك سبيل الطمع مهما ديرت ما تحوش ابليس عدوك ساعة الشر ما تطوعوش يا ما ناس راحوا على باب سيدنا النبي ولا شافوهوش ولا انثبتوش ولا انوصفوش اخدوا التجارة شطارة امي بصائرهم وساعة الامة ما استنوش مسكين يا اللي شبابك راح مسكين يا اللي شبابك راح ولا دربتوش اكلت لحم اليتامى اما الكبر ما تركتوش فطرت رمضان عنا ليك وانا صمت اللي دخلت الحمى اوعى تكون مغشوش الراجل كان يرفع ايده فوق يسمعنا سقفه مغشوش